يحتوي أكثر من 9 ملايين هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد على تطبيقات ضارة تم تنزيلها من متجر تطبيقات أب جاليري التابع لشركة هواوي. اكتشف الباحثون لينكس ايجنت جديدا ضارا يطلق عليه اسم لينكس اي في بي، وقد تم اكتشافه في أنظمة تشغيل لينكس الخاصة بمواقع التجارة الإلكترونية. يستهدف مخترقون خوادم مايكروسوفت اكسشينج باستخدام ثغرات لتوزيع البرامج الضارة. تسمح الثغرات الأمنية للمخترقين بتجاوز الاكتشاف عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني تحتوي على مرفقات برامج ضارة أو رسائل تحتوي على روابط ضارة إلى موظفين داخليين. يتم ذلك عن طريق إساءة استخدام الميزات المضمنة في خادم اكسشينج وهما بروكسي لوجون وبروكسي شيل.